السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا تركبوا لاب باش تركبوا لافابو كيلزمنا هاد العناصر التالية كما كتشوفوا. هذا الساروت 17، الميشة ديال 10، رونديل، الفاسيو، ليكرو، لي شوفي، و هادو كيلصقو في لي فيكساسيو. صافو الشينيول، نقدر نخدم هذا الشينيول عادي ونقدر نخدم بشينيول افيك ماردو. تابعوا معايا، غندير واحد جوج ثقبات هنا، داكشي اختارت على واحد جوج سنتيمتر في البلاصة، حيت هداك اصلا ديجا راكب فيه لا بغيتي. غنعاود ندير بلاصة راسي من هنا. عندك تهرس تجعله Bicho. شفت كرات هذاك مع هذاك.
Emir çatmış mı çatmış mı? Adım şimdi çarşı anlamamış mıydı? Ya bakış bu hocamda kısır çıkarız. Şişçi. Şişçi. دابا بقى في المحل الاخر وهي ركبوا السيفو هذاك الفطور هنا كنقادوه مزيان كنمشيو نركبوا السيفو من تحت قطر من هذا الجهة هذا